شاء الله بعد التأهل يوم السبت بعد المباراة المهمة التي ستقام مع صن داونز في الثالثة عصرا. درجة الحرارة كل ما يقولك 3 عصرا يبقى درجة حرارة موت، درجة الحرارة من 6 إلى 22، يعني مش درجة حرارة عالية، مش في الأربعينات ولا حتى في الثلاثينات، من 6 إلى 22. واضحة؟ يعني الأستاذ وليد التوكل بيقول لي ما تقولش على اللي قارن الخطيب بشيكابالا صحفي، يا عمي مش قضية، أنا جاي لي والله هنا، أنا ما شفتش حاجات دي بره. فموسيماني جمهور بيروح له فرحان بوجوده، وطبعا في قلق رهيب عند مستر موسيماني وفريق الكرة بالنادي الأهلي وإدارة الكرة بالنادي الأهلي، خاصة كابتن محمود الخطيب ومعه عضو مجلس الإدارة المحترم طارق أنديل اللي معاه في البعثة، عندهم قلق كبير جدا من سيكازاوا. سيكازاوا اللي هو الحكم الزامبي، الحكم الزامبي الذي يحصل وجملتهم 20 مدرب على رواتب شهريه من الاتحاد الافريقي لكره القدم، مش ماتش بماتش، فبيبقى في قلق منه، خاصه ان له سوابقه مع بعض فرق شمال افريقيا وكان محال الى التحقيق في مرحله من المراحل، واتهامات كانت له في الذمه وما الى ذلك، لكنه عاد هو بيمتلك قدرات فنيه عاليه، لكن بقى هو عاوز يوظفها ازاي ده موضوع تاني، خاصه وان النادي الاهلي ذاق الأمرين في مباراة الذهاب من الحكم اللي ظلم السنغالي ماجيتي ناداي اللي ظلم النادي الأهلي في عدم احتساب ضربتي جزاء وعدم طرد حارس المرمى وكتف النادي الأهلي وأكثر من إنذاراته وكأنه عاوز يوقع الفرقة بأي حال من الأحوال. ربك موجود، لكن يوجد قلق كبير جدا 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 من سيكازاو. سعد سمير انتظم في التدريبات البدنية وبيجري بدني، وخلال يومين هيخش التدريب الجماعي. محمد محمود عنده كورونا طبعا، هو ومصطفى شوبير ألف سلام عليهم، وتواصلت مع الكابتن أحمد شوبير للاطمئنان على مصطفى وأكد أنه بخير، وأكد أن جميع أفراد الأسرة بخير، وأن مصطفى هو اللي في العزل، يشفي ربنا ويعافيه ويحفظ الجميع من كورونا ويحفظكم جميعا وكل أحبابكم بحق جاه سيدنا النبي وآل بيته الكرام. بالنسبة لعلي معلول جاهز للمباريات وبرضه بيتمرن مع سعد سمير بدني، لسه ما نزلش التدريبه الجماعيه. وفي كل الاحوال انا رايي انك انت علي معلول جاهز وسعد سمير جاهز، لا تجازف بيهم الا في حاله الاضطرار، حاله الضروره، ما كانش اصبر عليهم ويلعبوا معاك مباراه السوبر الافريقي امام نهضه بركان في هذه المباراه. النادي الاهلي القلعه الرياضيه العظيمه، الفريق الوحيد الذي يمثل مصر الان في دوري الابطال الافريقي، يجري المسحه غدا ان شاء الله في بريتوريا، مسحة المباراة، وبإذن الله بإذن الله تطلع المسحة سلبية لجميع اللاعبين. النادي الأهلي في السفير موجود هناك بيدعم الفرقة وبيساندها وبيوفر لهم كل الأجواء المناسبة لمزيد من الإبداع والتألق بفضل الله. ربنا يوفقهم إن شاء رب العالمين ويفرحونا كلنا ويفرحونا كلنا، يفرحوا الشعب المصري العظيم بالتأهل إلى مباراة نصف النهائي ومواجهة الفائز من الترجي التونسي وشباب بلوزداد الجزائري اللي هيلعب أيضا يوم السبت بإذن الله. طيب لايك وشير وصلي على الزين وادعي لنفسك والوالدين والغير. سيرجي أك لاعب وسط نادي الجونة معروض على نادي الزمالك وبعض الوكلاء اللاعبين عرضوه وبيتكلموا فيه لاعب هيبقى لاعب حر، وكيله هو نادر شوقي لا يمانع في انتقاله أبدا إلى نادي الزمالك. اللاعب طلب راتبا سنويا هو $1,000,000 قابل للتفاوض لو نادي الزمالك عاوز يشتريه بجدية شديدة جدا. نجوم كرة القدم في الزمالك السابقين يرونه بديل مميز لكابتن طارق حامد، مثلما رأوا أن مهند لاشين نجم نادي طلائع الجيش بديل مميز للكابتن فرجاني ساسي. المفاوضات تتم في إدارة نادي الزمالك إما لعدة شهور وإما إلى سنة وعدة شهور، لأن قرار إقامة الانتخابات من عدمه هو قرار لجنة الطوارئ في مجلس الوزراء أو لجنة كورونا اللي بيترأسها دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي. لايك وشير وصلي على الزين وادعي لنفسك والوالدين والغير. هرد على أسئلة حضراتكم. فعلا في صفقتين مهمين من ياسين منصور، ياسين منصور في النادي الأهلي حصن أمان، وبصوا اللي هيعوزه كابتن محمود الخطيب اعتبروه موجود وزيادة، اعتبروه موجود وزيادة، راجل محترم جدا جدا جدا. نعلى باللايكات يا شباب، فين اللايكات؟ اضرب اللايك يا عم، انت مكسل؟ انت مكسل؟ لك الله يا زمالك الأستاذ محمد جمعة.
كده الناس دي ممكن تدخل انتخابات. وارد يا استاذ وليد التوكلي وارد انهم يخشوا انتخابات، لان انا لما تواصلت مع بعضهم قبل اللايف قال لي لم يتم التطرق في اجتماع الوزير مع هذه اللجنه الى منعهم من دخول الانتخابات. وعشان كده بقول لك ان تواجد حسام المندول حسيني اللي هو يعني من احد الكوادر المهمه في قائمه علاء عابد، ده بيعني ان في ناس داخله وفي ناس من المجلس ده يبقوا مع علاء عابد برضو الذي ينتوي الترشح في الفتره المقبله، لكن هو مش عاوز يقول عشان ما يحرقش اسمه، عشان مش عارف في انتخابات السنه دي ولا هتاجل سنه، ينتظر الاعلان عن في انتخابات ولا هتلاقيه بيعلن، وبيعلن من مجموعه من قائمته في مقدمتها حسام المندول حسيني، ودي تعتبروها قائمه مستقبل وطن، ويحظى بكل الدعم من كل الناس بتوع مستقبل وطن سواء في نادي الزمالك او خارجه. استاذ ابو المواطن انت ما بتردش علينا ليه؟ محمد القلش، طب انا اهو برد اهو، انت ما قلتش حاجه عشان ارد. فلوبيتير ابني بيسلم عليك، ادى عماد عزيز، ده عماد عزيز ده اللي ناصح ساعات ما يلاقيني بقول الاسئله يوم هو قايل لي الرساله دي. ايه موضوع اليوفط بتاعت مرتضى؟ ده اليوفط دي اللي هي محطوطه اللافتات اللي محكوطه بدل الاوت دورز دي، الواحد فيها يعمل في السنه 3 مليون مثلا. هم باعوا بالحاجات دي ولا 4 مليون، هم سايبين اليوفط بتاعت مرتضى وصوره، واللواء عماد عبد العزيز يعني كان خايف يشيل المساله ديت رغم تطور مرتضى عليه، وده مجلس الاداره كان واخد فيها قرار. اللي يقوله الاستاذ عبد الناصر صح، ليس لي حق التعليق على اللي بيقوله الاستاذ عبد الناصر، هو اخويا وفوق راسي، اللي هو بيقوله ناقشوه فيه، اخويا وفوق راسي وصاحبي وحبيبي وكل حاجه، لكن اللي هو بيقوله انا ما اعرفش عنه حاجه، رايه لا يمثل رايي ورايي لا يمثله، عشان بس مش كل شويه واحد يقول لي ايه استاذ عبد الناصر قال، استاذ عبد الناصر عايز، استاذ عبد الناصر يقول اللي يقول. احمد سمير جاي الاهلي، ما انا قلت لك ان في مفاوضات، قلت لك في اتفاق كمان مع طلاع الجيش، هيجي ولا مش هيجي ده هيبان على اخر السنه، والراجل بينافس على هداف الدوري. كريم نيدفيد ومحمد محمود ينضم الى فريق النادي الاهلي بعد العوده من مواجهه نهضه بركان في 28 الجاري. انت راجل محترم وقيمه وقامه، عوض المصري ربنا يحفظك من الرياض السعوديه، نبي عوض لو رحت تعمل عمره دايل. استاذ ابو المعاطي اللي بيحصل في قناه الحدث اليوم والله، والهجوم المتكرر على الخطيب مش طبيعي. بص عايز اقول لك على حاجه، انا ما اعرفش ايه اللي بيحصل في الحدث، ولما حد بيكلمني منها بعتذر عن الظهور وبشترط اعتذار محمد اسماعيل مالك قناه الحدث عما بدر في حق خلال الفتره الماضيه، وده رؤساء تحرير كلموني كتير وبعتذر، ومنهم الزميله الفاضله مي حلمي، ده شرطي. قالت لي حتى نسجل بره، قلت لها لا حدث لا، وبيني وبينكم ما بحبش اطلع غير فين وفين، غير فين وفين. فإما فكرة التطاول على الخطيب هذا يسيء إلى قناة الحدث وإلى المسؤولين عنها، لأن الخطيب قيمة أخلاقية قبل أن يكون قيمة فنية، وناس بياكلوا عيش على طريقة زمان. الخطيب الإساءة له لا يتصورها أحد ولا يقبلها أحد، حد أي حد محترم، وجماهير الأهلي لا تقبلها، وجماهير الزمالك المحترمة لا تقبلها، زي ما جمهور الاهلي لا يقبل الاساءه مثلا الى حازم امام والى حسن شحاته، زي ما ده زي ما ده. توقعاتك لمباراه الاهلي وصن داونز؟ باذن الرحمن الاهلي متاهل الى الدور نصف النهائي. السلام عليكم ودمتم في امان الله، نلتقي على خير.